بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة النساء. الدرس الأول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. الفاحشة هي الزنا. سمي فاحشة لقبحه لأن الفاحش هو القبيح المتناهي في القرب. فالزنا فاحش لقبحه وشناعته وآثاره السيئة. ولهذا قال في الآية الأخرى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالزنا فاحشة وساء سبيلا أي طريقا لصوت الشهوة في غير محلها اللائق بها بما يترتب عليه من أولاد الزنا، كثرة أولاد الزنا في المجتمع الذين ليس لهم آباء شرعيون، وهذا جناية عليهم
عناية على أولاد الزنا أن يكونوا في المجتمع وليس لهم نسب، ليس لهم آباء. وجناية على النساء أيضا، لأنهن يصبحن ممتهنات للفسقة منتهكات غير حق. وفيه إساءة إلى المجتمع لما يتسبب عنه من فساد الأخلاق. وقد قال الشاعر: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وأيضا يسيء إلى المجتمع من ناحية الأضرار الصحية، لأنه يسبب أمراضا فتاكة في المجتمع، وأمراض لا علاج لها، كما تسمعون الآن من مرض الإيدز الذي لا علاج له، وأصبح المصابون به معزولين عن المجتمع، ينتظرون الموت، ينتظرون الموت، وكل يحذرهم ويبتعد عنهم، لأن مرضهم ينتشر على الأبرياء العدوى، الزنا والعياذ بالله فيه مفاسد خطيرة. ولهذا قال جل وعلا: إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الله سبحانه وتعالى جعل الغريزة الشهوانية الذكور والإناث، الغريزة الشهوانية الذكور والإناث لحكمة، وهي بقاء النسل، وجعل لهذه الغريزة مصرفا شريفا شرعيا، وهو الزواج، الزواج الشرعي والتسلي بملك اليمين، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، أي ابتغى غير الزواج وغير ملك اليمين غير التسري، ذهب إلى الزنا والسفاح، فأولئك هم العادون المتجاوزون من الحلال إلى الحرام، المفسدون في الأرض. ولهذا شرع الله للزنا عقوبة رادعة، شرع عقوبة رادعة في هذه الآية: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم استشهدوا عليهن أربعة منكم، أربعة شهود يشهدون بثبوت هذه الجريمة. وهذا يدل على شناعة هذه الجريمة، لأن الله شرط لثبوتها إما الإضرار من الزاني على نفسه أربع مرات، وإما إقامة أربعة شهود، في حين أن قتل النفس يكفي فيه شاهدان
انتصار الشاهدين. أما الزنا فالله جل وعلا شرط لثبوته بالبينة 4 شهود، وذلك لأجل الستر على المسلمين، ولأجل شناعة هذه الجريمة البضيعة. اشهدوا عليهن 4 منكم من المسلمين. يشترط الشهود على الزنا أن يكونوا مسلمين عدولا، مسلمين عدولا، ولا يكفي هذا، بل لا بد أن يصفوا الواقع كما شاهدوه حتى يثبت الزنا ولا يكون توهما أو يكون لم يصل إلى حد الزنا كاللمس والقولة وغير ذلك، بل لا بد أن يكون زنا في الفرق، لا بد أن يشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرقها، شاهدوه. ما يكفي يقول نشهد أنه زنا أو أن فلانة زنت، ما يكفي هذا، يقال لهم صفوا هذا الزنا، صفوه من واقعه. أما أنكم تقولون نشهد أنه زنا، هذا لا يكفي، لأن الزنا قد يكون بما دون الجماع، قد يكون بالنظر، باللمس، بالقولة، ما أشبه ذلك، فلا بد أن يصفوا حقيقة الزنا، وأن يكونوا 4 شهود، وأن يشهدوا في مجلس واحد عند الحاكم 4 شهود في مجلس واحد عند الحاكم. فإذا لم تتوافر هذه الشهود فإنهم يجلدون جلد القلب، يجلدون جلد القلب والعياذ بالله. إذا لم تتم الشهادة 4 شهود على النمط الذي ذكره الله سبحانه وتعالى فإنهم يجلدون جلد القائد حماية للأعراض، تطهيرا للمجتمع من إشاعة الفاحشة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك عند الله هم الكاذبون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. اشهدوا عليهن أي اطلبوا الشهادة من 4 منكم من المسلمين. فإن شهدوا بالزنا الصريح الواقع وصفوه عن معاينة، ولذلك لا تقبل شهادة الأعمى الذي لا يبصر. وإن سمعت الناس يقولون كذا لا بد أن يشاهدوا. فإن شهدوا فاشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فالعقوبة أمسكوهن في البيوت، احبسوهن
لتؤمن بالخلود لا يخرجن أبدا حماية له وحماية للمجتمع، لأنهن أصبحن فاسدات ثبت عليهن الزنا فلا يتركن يخرجن من البيوت لأجل حمايتهن وحماية المجتمع من هذه الجريمة الفظيعة. أمسكوهن في البيوت إلى متى؟ إلى أن يتوفاهن الموت، فلا تخرج إلا إلى المقبرة، ما تخرج إلا إلى المقبرة حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا في المستقبل. فتبقى في البيت إلى أن تموت أو يجعل الله لهن سبيلا، أي يجعل تشريعا آخر، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى أنه سيجعل تشريعا آخر في عقوبة الزنا. وقد جاء ذلك في سورة النور، في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ولهذا لما نزلت هذه الآية الكريمة قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. السيب بالسيب جلد 100 والرجم، والذكر بالذكر جلد 100 وتغريب عام. فكانت هذه الآية من سورة النور ناسخة للآية السابقة، ناسخة للحد في البيوت. فإذا ثبت الزنا بالبينة أو بالإقرار، فإن كان الزاني ثيبا يعني سبق له أن تزوج، الثيب هو الذي سبق له أن وطئ امرأته بنكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران وبنكاح صحيح، فإذا كان ثيبا فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، يجلد أولا ثم يرجم بالحجارة حتى يموت جلد 100 والرجم. لماذا؟ لأنه ذاق طعم النكاح الشرعي والصيانة والعفة لزوجته الحلال، فكونه يتعدى ويزني وهو قد تزوج ووطئ هذا دليل على أنه لم يكفي الحلال وإنما يريد الحرام، فحكمه هذا الحكم. وقد جلد النبي صلى الله عليه وسلم ورجم وغرب عليه الصلاة والسلام، فالرجم ثابت بالسنة المتواترة، ثابت بالسنة المتواترة وللقرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه.
وذلك في قوله تعالى في سورة الأحزاب: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا بالنسبة للطيب أو الطيبة. أما بالنسبة للفكر وهو الذي لم يسبق أن يزوج، لم يسبق أن وطئ في نكاح صحيح، فهذا حده أنه يجلد 100 جلدة متتابعة في مكان واحد، 100 جلدة ضربة بالصوت مؤلمة في مكان واحد، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يكون هذا علانية، إقامة حد الجلد يكون علانية، وليشهد عذابه يعني يحضر عذابهما أي حد الحد عليهما طائفة جماعة من المؤمنين لأجل إعلان هذا الحد، ولأجل رفع البقية ممن تسول لهم أنفسهم الوقوع في هذه الجريمة، أو يجعل الله لهن سبيلا. وقد جعل الله لهن سبيلا، فانتهى الحد وانتقل إلى الجلد في حق الذكر أو الرجم في حق السيد. فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت. هذه الآية بقيت تتلى ولكن نسخت في آية النور، وفي السنة المتواترة نسخ حكمها وبقي لفظها يتلى، يجري أن يعتبر المسلمون في حكمة الله ورحمته وأنه يتدرج لعباده في الأحكام الشاقة شيئا فشيئا، واستقر حد الزنا على آية النور إلى أن تقوم الساعة. السيء يجلد ويغرق عن بلده لمدة سنة، الذكر يجلد ويغرق، والسيد يرجم بالحجارة ويقضى عليه وتنهى حياته، ويكون هذا بحضرة المسلمين جماعة من، ويشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ثم قال جل وعلا: واللذان يأتيانها منكم، لما ذكر حكم النساء فقال إلى حكم الرجال لدن، هذا في أول الأمر يؤلى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، يؤلى التوبيخ بالكلام المؤثر في حقه: لماذا زنيت؟ لماذا وقعت في هذه الجريمة؟ أما تخاف الله؟ أما تخشى عقوبة الله؟ فينبه ويخجل، ينبه ويخجل، وأيضا يضرب، يضرب بالسياط من باب التعزير. فأذوهما، اللذان يأتيانها منكم فآذوهما، هذا في أول الأمر. ثم جاءت آية سورة النور فنسخت ذلك، نسخت الأذى إلى إقامة الحد عليه بالجلد أو الرجم. ثم قال جل وعلا: فإن تاب تاب من الزنا توبة صحيحة وندم على ما حصل واستغفر الله
ندم على ما حصل وعلم أن لا يعود إلى هذه الجريمة وأقلع عنها إقلاعا نهائيا هذه شروط التوبة. ولهذا قال وأصلح، لم يكتفي بقوله فإن كان، بل لا بد أن يتبع التوبة بالإصلاح، بالإصلاح، وذلك بتوافر هذه الشروط الثلاثة: الإقلاع عن الدم، الندم على ما حصل، العزم أن لا يعود إليه. وصلح حاله استقام أمره على العفة والنزاهة والبعد عن هذه الجريمة وأسبابها. فإن تاب وأصلح فاعرض عنهما، لا يجوز إذا أقيم الحد على الزاني بالرجم أو الجلد، فلا يجوز أن ينكر جرمه بعد ذلك، لا يزاد على الحد، لا يوقع ولا يعنف ولا يعير بذلك، يكفي ما جاء. إن تاب وأصلح فأعرض عنهم. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده ومحبته سبحانه للستر على عباده ومحبته لاستقامتهم بعد الذنب وبعد الرجال، يبقى أن يستقيموا. والمسلم له حرمة، المسلم له حرمة، فإذا وقعت منه جريمة وعوقب عليها يكفي هذا ولا تنكر بعد ذلك، ويندمج مع المجتمع ما كأنه فعل شيئا، والله فاق عليه، الله جل وعلا تاب عليه، فكيف نحن نضحك عن ذنبه السابق الذي تاب منه وتاب الله عليه؟ من تاب وأصلح فأعرض عنهما، إن الله كان توابا رحيما. هذه الحكمة والعلة في أنه يعرض عنه، يعرض عنه لأن الله تواب كثير التوبة، قد تاب عليه، فلماذا أن تبعد هذه الجريمة وتعيد ذكرها وتخدره في المجتمع؟ والله تاب عليه، إن الله كان توابا، كان أي ولا يزال سبحانه وتعالى رحيما بعباده، يشرع لهم ما يصلحهم وإن عذبهم بالجلد أو بالرجم فهذا من رحمته بهم، هذا تأديب من الله من أجل أن يستقيموا، هذا علاج من الله جل وعلا من أجل أن يندموا ويستقيموا إذا لاقوا العذاب، تذكروا عذاب الآخرة أنه أشد. هذه الحكمة منه سبحانه وتعالى، لأنه أمر بالإعراض عن الزاني والزانية إذا تاب وأصلح واستقام، ثم بين سبحانه وتعالى شروط التوبة، قال إنما التوبة على الله، على الله، هذا حق أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى، حق أوجبه على نفسه تقرباً منه، إنما التوبة على الله، لمن؟ للذين يعملون السوء بجهالة، بجهالة ما
المراد بالجهالة؟ يعني الجاهل عدم العلم؟ لا، الجاهل الذي لا يعلم لا يؤهل، إلا إنما المراد بالجهالة السفاهة، السفاهة وعدم الحلم. وكل من عصى الله فهو جاهل، وإن كان يعلم الحكم يعلم التحريم، فإذا عصى الله فهو جاهل، جاهل بحق الله، جاهل بآثار الجريمة والعقوبة، يجهل هذه الأمور، لا أنه يجهل حكمها فهو يعلم أنها محرم، لكن يجهل العقوبة ويجهل سخط الله عليه ويجهل أن الله يراقبه ويراه سبحانه وتعالى، فهو جاهل من هذه النواحي. الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يتوبون من قريب ولا يقول أتوب العام القادم أو في آخر حياتي أتوب يؤجل التوبة، لأنه لا يدري ما حياته في هذه الدنيا، قد يموت في الحال، قد يموت في لحظته ولا يبلغ الأجل الذي أجله للتوبة، فلذلك يبادر بالتوبة، لأنه لا يدري متى يهجم عليه الموت، فيبادر بالتوبة إلى الله عز وجل ثم يتوبون من قريب. فهذا فيه النهي عن تأخير التوبة، لأنه أولا إذا أخر هذا دليل على تساهله وعدم مبالاته، وثانيا أنه لا يدري، لأن الموت يهجم عليه قبل أن يتوب، فيبادر بالتوبة يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم. الذي يتوب من قريب ويبادر بالتوبة الله جل وعلا يتوب عليه، والتوبة معناها الرجوع، الرجوع من المعصية إلى الطاعة، هذه التوبة الرجوع من المعصية إلى، فإذا كان عاد العبد من المعصية إلى التوبة عاد الله عليه بالمغفرة، عاد الله عليه بالمغفرة وقبول توبته، لأن الجزاء من جنس العمل، فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما، الله جل وعلا يعلم ما في القلب، يعلم التائب الصادق ويعلم المنافق والكذاب، الذي يتوب بلسانه ولكنه لم يتب في قلبه. التوبة ليست باللسان، كثير من الناس يقول استغفر الله واتوب اليه وكذبات، لكن هو مقيم على المعاصي والذنوب والسيئات، فلا ينفع الاستغفار باللسان، توبة باللسان. كان الله عليما يعلم الصادق في توبته للكاذب، حكيما، حكيما أي ذا حكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه، أن يعلم سبحانه، يعلم سبحانه ويتوب، يتوب سبحانه على الصادق، لا يضع التوبة في كل واحد من المنافقين والكذابين، وإنما يضع التوبة في محلها، يضعها في الصادق من عباده. هذه هي الحكمة، وضع الشيء في موضعه. كان الله عليما حكيما، وليس
وليست التوبة للذين يعملون السيئات. يستمرون في السيئات والذنوب. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. يتوب عند الموت إذا بلغت الروح الحلق، إذا بلغت الحلقوم وعيش من الحياة، إذا عيش من الحياة ورأى ملك الموت حينئذ لا تقبل توبته، لأن وقت العمل انتهى، وقت التوبة انتهى. فجاءت توبته متأخرة عن وقتها فلا تقبل حتى إذا حضر أحدهم الموت، يعني ملك الموت ورأى، لأن المحتضر يرى ملك الموت ويرى الملائكة، ونحن أقرب إليه منكم ولكن ما تبصرون. فهو يرى الملائكة ونحن لا نراهم، نحن حاضرون عنده لكن ما نراهم، أما هو نراهم. فإذا رأى الملك يطلب إلى الله، لا ما يقبل منه، لا يقبل منه. الحديث الصحيح إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر، أي ما لم تبلغ روحه الغرر. إذا ارتفعت روحه وبلغت الحلقوم أشرج بها القلب ولم يبقى إلا أن يقبضه الملك، هذا ليس له توبة، فهذا الأوان. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فمن شروط التوبة أن تكون في وقتها، وذلك قبل الغرة، قبل معاينة ملك الموت. وإلا كل يتوب في هذه الساعة، كل في هذه الساعة يتوب، الكافر يتوب والمشرك، ولكن لا تنفعهم التوبة، لا تنفعهم التوبة. فرعون لما أدركه الغرق شاف أنه ميت ميت لا نجاة له، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله جل وعلا الآن، يعني في هذا الوقت، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، من تقبل توبته؟ مثل غيره، مثل الكفار كلهم يتوبون، العصاة يتوبون في هذه اللحظة، لكن لا تنفعهم التوبة في هذا الوقت. فليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ولا الذين يموتون وهم كفار، سواء الذي مات عند الموت أو الذي مات على الكفر، كلهم سواء، ليس لهم توبة. وإلا الكفار يندمون يوم القيامة ويتمنون الرجوع ويعرفون أنهم أخطأوا ويلومون أنفسهم ويطلبون من الله أن يعيدهم إلى الدنيا ليعملوا صالحا، لكن لا يقبل منهم، الدنيا انتهت في حقهم، ولا ميت يعود إلى الدنيا أبدا، معنى ميت يعود إلى الدنيا أبدا. والذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم، أي الذين يتوبون عند الموت والذين ماتوا وهم كفار
أولئك أعددنا لهم أي هيأنا لهم عذابا أليما عذابا مؤلما موجعا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ما الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. فهذا يؤكد على المسلم ما نعد معصوم إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما نعد معصوم، يقع المسلم بالذنب يقع في المعصية، ولكن الله فتح له باب التوبة ووعده بقبول التوبة فليبادر بالتوبة ولا ييأس من رحمة الله ويقول أنا فعلت وأنا فعلت وأنا ما لي توبة، أو يجي جاهل يدعي العلم يقول له ما لك توبة أبدا، هذا ما يجوز إغلاق باب التوبة قبل الوفاة قبل الغرقة، الباب مفتوح للتوبة، لو طاب قبل الغرقة في لحظة تقبل الله توبة ومات على التوبة وغفر الله له. في بني إسرائيل رجل جبار قتل 99 نفسا ظلما وعدوانا، ثم وقع في قلبهم انه يتوب ويندم، لكن كان يتوب وهو قتل 99 نفس ظلما وعدوانا، فذهب يسأل هل له من توبة؟ فدل على عابد من العباد الجهلاء، عابد لكنه جاهل، سأله إنه قتل 99 نفس فهل له من توبة؟ قال له ذلك العابد الجاهل لا ليس لك توبة، فقتله وكمل به النعمة، غضب عليه لأنه تعود إلى القتل وغضب فقتله وكمل به المئة. ثم سأل عن عالم، سأل عن عالم فدل على عالم من العلماء، فذهب إليه وقال يا فلان إنه قتل 100 نفس ظلما وعدوانا فأين له من توبة؟ قال له العالم نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن أنت بأرض سوء، فاذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. تاب الرجل وخرج مهاجرا بإشارة هذا العالم، فقبض الله روحه وهو في الطريق، ما وصل إلى الأرض الطيبة، مات في الطريق، اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة يقولون إنه جاء تائبا إلى الله، ملائكة العذاب يقولون إنه لم يعمل خيرا قط. فأرسل الله إليهم ملكا يحكم بينهم، فقال لهم قيسوا ما بين البلدتين، فقاسوا فوجدوه أقرب إلى الأرض الصالحة شبه، وفي رواية لما حاوره الموت وعجز عن المشي جعل ينوء بصدره إلى الأرض الطيبة، فقبضته ملائكة الرحمة. هذا دليل على أن الله يقبل التوبة مهما عظم الذنب، ولكن قبل فوات أوانها. أسأل الله سبحانه وتعالى
أن ترزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص لوجه الكريم، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يكفينا شر الفتن ومضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح ويهدي ولاة أمورنا ويوفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين، وأن يعينهم على الحق وينصرهم على الأعداء من المشركين والكافرين والمنافقين، أن يثبتهم ويعينهم وأن يحقن بهم دماء المسلمين وأن يؤمن لهم فيهم العبادة والبلاد، إنه سميع مجيب الدعاء. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل سماحة الشيخ: شخص ينظر إليه على أنه طالب علم في الحي الذي يسكنه، لكنه يمشي بين الناس بالغيبة والنميمة ويثير الفتن ويفرح بتلك الفتن التي تثار بين الناس، فما حكمه وهل في النصيحة له؟ نعم، هذا ينصح عن الغيبة والنميمة، ويقال له: أنت عالم، أنت من العلماء، الواجب عليك أنك تصلح بين الناس وأنك تنصح النمامين والمغتالين، هذا الواجب عليك. ويؤكد عليه هذا الأمر ويكرر عليه لعله يترك هذا الأمر ويستشعر الذنب الذي وقع فيه ويرجع إلى علمه الذي يحمله، فيجب مناصحته. إما ممن حوله، أو أن يوصى من العلماء الذين حوله من يناصحه في هذا الأمر. المهم أنه يجب علاجه. نعم. يقول: ما حقوق المسلم على أخيه المسلم السكة، وهل من تركها تساهلا يقدم؟ نعم، إذا لقيه يسلم عليه، وإذا دعاه يجيبه، وإذا عطس فحمد الله يشمته، وإذا مرض يعوده، وإذا ما يتبع جنازته. هذا من حقوق المسلم على أخيه المسلم. نعم. ما حكم الطلاب الذين يغشون في الامتحانات، وهل في النصيحة للطلاب وهم مقبلون على الامتحانات؟ النصيحة للطلاب في وقت الامتحانات وفي غير وقت الامتحانات أن يطلبوا العلم الصحيح، وأن يحفظوا وقتهم في طلب العلم، ولا يضيعوا من وقتهم شيئا في اللهو واللعب والقيل والقال ومتابعة القنوات أو غيرها، يحفظون وقتهم للدراسة وللتعلم. وأما الغش في الامتحان، فالغش حرام في الامتحان وفي غيره. قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. والغش من طلبة العلم أجد،
أو غش من طلبة العلم، وفي مسائل العلم والامتحان أشد من الغش في غيرها لما يترتب عليه من الأضرار الكثيرة. نعم. هذا السائل يقول: هل النصيحة للمرأة التي تطالب بقيادة السيارة في هذه البلاد؟ ليس من صالحها أنها تقود السيارة. قيادة السيارة كما تعلمون أخطارها وأضرارها على السائقين وعلى المجتمع خطر عظيم، والمرأة ضعيفة لا تطيق قيادة السيارة في عظم الزحمات والمضايق. المرأة أضعف من الرجل بكثير، لا تتحمل هذا. أيضا زيادة المرأة للسيارة يعرضها لمحظورات كثيرة، منها أنها تتخلع الحجاب، أنه لا يمكن تتحجب تقود السيارة. ما هم لو تحجبت في أول الأمر ستتساهل الحجاب. وأيضا إذا تعطلت السيارة أو هدمت في الطريق أو عرض لها عارض، فماذا تعمل وهي امرأة ضعيفة؟ تذهب إلى الشرطة، إلى المرور، إذا جرى منها حادث يذهب بها للسجن والتوقيف. هي امرأة، أو تترك تذهب تجني على الناس وتترك تذهب وتقول هذه امرأة، لا، هذه فوضى، لا ينفع المرأة أن تقود السيارة، ليس هذا من صالحها. أيضا إذا أعطيت السيارة ومفاتيح السيارة تخرج عن سلطة وليها، وهي امرأة عندها عاطفة والفساق يتصلون بها بواسطة الجوالات وواسطة الإنترنت ويغرونها، ما يبقى أمامها عائق إلا أنها تقوم سيارة تروح تقوم من منامها وتقوم سيارة تروح لهذا الفاجر الذي أغراها ودعاها. من الذي يضرها وهي امرأة ضعيفة؟ هذا فيه مفاسد عظيمة عظيمة، فلا يجوز للمرأة أن تقود السيارة لهذه المخاطر وغيرها. يقول: أعمل إمام مسجد، فهل زيارة المرضى من المسلمين والسعي في مصالحهم في وقت عملي في المسجد حتى وإن أدى ذلك إلى تغير بعض الأوقات عن المسجد يعتبر من باب الدعوة، خاصة إذا قام بإمامة المقلين رجل حافظ للقرآن وهو ينوب عني في الصلاة؟ يا أخي، أنت إمام مسجد والإمامة مسؤولية وأمانة، إما أن تقوم بالإمامة على الوجه المطلوب، وإما أن تتركها لغيرك تذهب العمل آخر تسميه الدعوة أو غيره. أما أن تتولى الإمامة وتضيعها وتقول أنا أذهب في الدعوة، أخي تضيع واجب وتروح للشيء المسنون، ما هو لائق. الحاصل أنك إما أن تقوم بالإمامة على الوجه المطلوب لأنها أمانة في ذمتك، وإما أن تتركها لغيرك. نعم. ما حكم الذين يغالون في بعض الصحابة وينتقصون من بعضهم بل يكتمون بعض الصحابة ويتهمون هم المؤمنين بالزنا؟ عائشة رضي الله عنه. الصحابة رضي الله عنهم هم صفوة الأمة وهم خير الأمة وسلف الأمة، فالذي يطعن فيهم هذا يطعن في الإسلام،
لأنهم هم الذين نقلوا لنا الإسلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هم الواسطة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، هم الذين نصروا الرسول وجاهدوا معه وفدوه بأرواحهم وأموالهم، هم الذين نصروا الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في المشارق والمغارب، هم الذين علموا البشرية، علموها العلم النافع الذي ورثوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن هو هذا الذي يسبهم؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. لو تصدق مثل جبل أحد من الذهب ما تساوي صدقة أجر الصحابي إذا تصدق بمد من الطعام أو بنصف المد لفضلهم ولمكانتهم. والذي لا يبرئ عائشة رضي الله عنها مما برأها الله منه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين فهو كافر والعياذ بالله. نعم. يقول سماحة الشيخ: هل السنة في الطواف والسعي المشي بخطى متقاربة أو الإسراع، وهل رفع اليدين بالدعاء في حال الطواف والسعي من السنة، وهل التكبير يكون بقول الله أكبر أو بسم الله والله أكبر عند محاذاة الحجر الأسود؟ المشي في السعي أو عدم أو السرعة في السعي أو في المشي، السرعة في المشي في الطواف أو عدم السرعة، هذا يرجع إلى حالة الإنسان، يرجع إلى حالة الإنسان. فإذا كان يقوى على السرعة ولا يضر أحد ولا يزاحم أحد ما في بأس، أما إذا كان ضعيفا لا يستطيع السرعة أو كان يضر الناس الطائفين فلا يجوز له، على حسب الإمكان يمشي على حسب الإمكان والحمد لله. وأما الدعاء فيدعو بما تيسر، لم يرد في الطواف دعاء خاص، الأمر مفتوح وميسر ولله الحمد، تدعو بما تيسر من الأدعية مما جاء في القرآن مما تحفظ من الأدعية دون أن تلتزم بدعاء معين لم يرد إلا أنه يقول عند الحجر يكبر عند الحجر ويستلمه إن تيسر أو يشير إليه، ويقول بين الركنين اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وفي بقية الشوط يدعو بما تيسر من الأجل. وحتى لو لم يدعو الله صحيح، لأن الدعاء ليس شرطا في صحة الطواف وإنما هو سنة، ومكمل للطواف. ورفع اليدين لا بأس به، إذا دعا يرفع يديه في الطواف. نعم. تقول: هل من نصيحة لمن أكثر من التصوير في الحرم وأصبح الحرم كأنما هو مكان للسياحة والفسحة في التصوير؟ التصوير حرام في الحرم وفي غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأنهم أظلم الظالمين، قال صلى الله عليه وسلم بما يرويه من الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، يعني المصورين، التصوير حرام شديد التحريم، كبيرة من كبائر الذنوب، وإذا كان في الحرم فهو أشد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم، لا يجوز التصوير لا في الحرم ولا في غيره.
ولكنه في الحرام أشد والعياذ بالله. نعم. يقول هل يجوز للإنسان أن يتحدث مع صاحبه إذا كان بجانبه من يقرأ القرآن بصوت مسموع؟ إذا كانوا يشوشون بعضهم على بعض القارئ لا يرفع صوته ويشوش على من حوله، وكذلك المتحدثون لا يرفعون أصواتهم ويشوشون على من حولهم من المصلين ومن التالين للقرآن ومن الذاكرين. نعم. تقول السائلة: ماذا تفعل المرأة إذا فاجأها الحيض وهي في ميقات الحج أو في العمرة؟ فاجأها الحيض. نعم. عندما تكون في الميقات إذا كانت في حج أو عمرة أو بعد وصولها لمكة، لأن هذا يحصل كثيرا فتجتهد المرأة وقد تخفي عن أهلها ذلك حياء وخجلا وتؤدي العمرة وعليها الدورة الشهرية. المرأة إذا جاء الحيض في الميقات أو الولادة في الميقات أو بعد الميقات تحرم وهي حائض، تحرم وهي مفردة. الإقرار الحيض والنفاس لا يمنعان الإقرار من الميقات ولا يبطلان الإحرام إذا عرض في أثنائه، تبقى محرمة. قد حاضت عائشة رضي الله عنها وهي محرمة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فتؤخر الطواف والسعي والتقصير العمرة أو بالحج، تؤخر ذلك إلى أن تطهر وتغتسل. وآخر الصواب التواب تأخر الصواب عن أيام التشريق، هذه بس مثل ما طاول فإنما تغتسل وتقوم وتسعى وتقصر والحمد لله ولا يؤثر هذا. أما أنها تستحي هذا لا حياء فيه، لا تستحي تقول أنا حايل لا تستحي، هذا شيء ما في عيب، هذا شيء للنساء، خلقه الله من نساء، كتبه الله كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، أمها الحياة. نعم. هل يصح الاعتكاف في غير العشر الأواخر من رمضان وللساعات القليلة؟ نعم، الاعتكاف يجوز في كل سنة، لا يختص برمضان، يجوز في كل سنة، وليس له حد لأقل وأكثر. يعتكف ما تيسر له بدون ان يقال لا يصح الا ايام او ليالي او لا، ما يحل الحمد لله، لكن كل ما طال وقته فهو افضل. نعم. يقول: هل يجوز للمسلم ان يستثمر ارصدته الماليه في ارض يتملكها لئلا تاكلها الزكاه سنويا، أم أن ذلك يعتبر من الحيلة والغش؟ ما مانع أنه يشتري أراضي يريدها عقار يريدها للبقاء، ما في مانع، ولا تجب فيها زكاة إلا إذا نواها للبيع، إذا نواها للبيع وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول وقد نواها للبيع، أما إذا لم ينوها للبيع تملكها وتركها تبقى على ملكه ليعمرها ليؤجرها ليزرعها ليتبع بها، ولا في مانع من هذا. يقول: هل شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تشمل من مات على كبيرة فيها وعيد أو زجر؟ نعم، هي شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته الذين توجروا دخول النار أو دخلوها، الرسول صلى الله عليه وسلم والصالحون والأصحاب يشفعون لهم بإذن الله إذا قبل الله شفاعتهم. نعم. من تذكر بعد أن صلى أنه أكل لحم إبل هل عليه إعادة الصلاة؟ من تذكر بعد الصلاة أنه أكل لحم إبل هل عليه أن يعيد الصلاة؟ نعم.
نعم، لأنه البقرة وروعه يأكل لحم الجذور. سئل صلى الله عليه وسلم نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فإذا تذكر أنه صلى ولم يتوضأ بعد أكل لحم الإبل إنه يتوضأ ويعيد الصلاة. نعم. يقول أبواب ماء زمزم مكتوب فيها اسم الله وتهان وقد ترمى في القمائم، ما حكم ذلك وهل من نصيحة؟ لا يتعمد الإنسان رميها في القمائم، لا يتعمد هذا. أما إذا لم يتعمد فليس مسؤولا عنها. نعم. من أدى العمرة هل عليه طواف وداع؟ ليس على المعتمر طواف وداع لأنه لم يرد. رسول صلى الله عليه وسلم إنما أمر الحجاج بطواف الوداع ولم يأمر المعتمرين، لكن لو قام من باب زيادة الخير هذا شيء طيب. نعم. ما حكم العادة السرية للذكر وللمتزوج وما أفضل طريقة للتخلص منها؟ لا يجوز إعمال العادة السرية لا للمتزوج ولا لغير المتزوج، حرام. قال جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم.